دفاعا عن الأطفال. زميلي الطبيب النفسي نيكولاس هامفري استعمل تعبير العصي والحجارة في محاضرته في منظمة العفو في أوكسفورد عام 1997، حيث بدأ هامفري قوله بأن هذا التعبير ليس صحيحا دائما، ملقيا الضوء على الهيثيين الذين يموتون نتيجة إيمانهم بالفودو على ما يبدو لأسباب نفس جسمية بعد أيام قليلة من وقوعهم تحت لعنة مؤذية. بعدها تساءل عما إذا كان يجب على منظمة العفو الدولية المستفيدة من سلسلة المحاضرات التي شارك بها أن تنظم حملة ضد الخطابات والنشرات المؤذية والمخربة. جوابه كان صارخا بالرفض لمثل تلك الرقابة. اقتباس: إن حرية التعبير هي حرية أثمن من أن نتدخل فيها. نهاية الاقتباس. ولكنه استطرد بعدها ليفاجئ حتى نفسه كليبرالي عندما دعا لاستثناء مهم في حالة خاصة جدا. اقتباس: تعليم الأطفال الديني والأخلاقي، وخاصة ما يحصل عليه الأطفال في المنزل، حيث يسمح للأهل يتوقع منهم أن يقرروا لأطفالهم ما هو الحق وما هو الباطل، ما هو الصحيح وما هو الخاطئ. ما أقوله هو بأن للطفل حقه الإنساني بأن لا يتم إعاقة عقله بتعريضه لأفكار مؤذية من الآخرين كائنا من يكون. فالأهل هنا لا يملكون رخصة إلهية لحشو أولادهم بأفكارهم الشخصية. لا حق لهم بالحد من أفق المعارف لأطفالهم وتربيتهم في بيئة من العقائد والغيبيات، أو الإصرار عليهم بأن يتبعوا نفس صراط معتقدهم الضيق والشائك. باختصار، للأطفال الحق بأن لا تحشى عقولهم بهراء لا معنى له، ومن واجبنا كمجتمع أن نحميهم من هذا. وبالتالي يجب علينا أن لا نسمح للأهل بأن يلاقنوا أولادهم على سبيل المثال الإيمان بحرفية الكتاب المقدس، أو بأن الكواكب تؤثر على حياتهم، تماما كما لا نسمح لهم باستخدام العنف ضد أطفالهم أو حبسهم في زنزانة. نهاية الاقتباس. يقول داكنز: بدون شك فإننا بحاجة لمثل هكذا بيان قوي من شخص يحظى بمميزات كبيرة، لكن أليس اعتبار شيء ما كهراء هو مسألة رأي فقط؟ ثم ألا يدفعنا تغيير مفاهيمنا العلمية بشكل جذري للعديد من المرات إلى أن نكون حذرين بأخذ مثل هذه الآراء القاطعة؟ قد يعتقد بعض الباحثين بأنه من الهراء أن نعلم التنجيم أو حرفية الكتاب المقدس، لكن هناك آخرون من الذين لهم رأي آخر في الموضوع تماما. أليس لهم الحق أن يعلموا ذلك لأطفالهم؟ أليس من الغرور الإصرار على أن يتعلم الأطفال التفكير بصورة علمية؟ أريد أن أشكر أهلي لأنهم أدركوا بأنه من حق الطفل أن يتعلم كيف يفكر وليس بماذا سيفكر. لو أن الأدلة العلمية عرضت عليهم بشكل كامل وصادق حينها، لو اكتشفوا عندما يكبرون بأن الكتاب المقدس حرفيا صحيح وأن حركة الكواكب يمكن أن تؤثر على مسار حياتهم، فهذا من حقهم. النقطة المهمة هنا هي أنه من حقهم وحدهم أن يقرروا ماذا سيعتقدون ويفكرون به، وليس من حق أبائهم بأن يفرضوا ذلك عليهم. ذلك بالطبع مهم بشكل خاص عندما نتذكر بأن هؤلاء الأطفال سيكونون أباء للجيل التالي، وحينها سيستطيعون تمرير ما تربوا عليه من التلقين الذي شكلهم. يقترح هامفري بأنه طالما أن الأطفال صغار وضعفاء وبحاجة للحماية، فإن الوصاية الأخلاقية الحقيقية تقوم على محاولة أمينة لتوقع تلك الاختيارات التي كان سيفعلها الطفل لصالحه فيما لو كان كبيرا وقادرا على الاختيار. وقد ذكر مثالا مؤثرا عن فتاة صغيرة لقبائل الإنكا وجدت بقاياها المتجمدة من 500 عام في جبال الفيرو عام 1995. إن علماء الإنسانيات الذين وجدوها توصلوا إلى أنه تم التضحية بها
في طقس ديني. فيلم وثائقي عن هذه العذراء المتجمدة الصغيرة تم عرضه في التلفزيون الأمريكي، وقد دعي المشاهدون لاقتباس الاندهاش بهذا الالتزام الروحي لكهنة الأنكا، وليقاسم الفتاة كبرياءها في رحلتها الأخيرة وفرحتها بأنها قد اختيرت لشرف التضحية، والرسالة التي وصلت للمشاهدين من البرنامج كانت في الواقع بأن ذبائح الإنسانية بطريقتها الخاصة كانت إحدى الاختراعات الثقافية المدهشة، جوهرة أخرى في تاج التعددية الثقافية إذا أردت القول. نهاية الاقتباس. هامفري مصدوم وكذلك أنا. اقتباس آخر. كيف يمكن لأحد أن يجرؤ حتى على أن يقول ذلك؟ كيف يجرؤون على دعوتنا حيث نجلس في غرف معيشتنا ونشاهد التلفاز بأن نشعر بالنشوة ونحن نتأمل طقسا إجراميا قتل طفل غير بالغ من قبل جماعة من كبار السن الأغبياء والمنتفخين بالغيبيات والجهل؟ كيف يجرؤون على دعوتنا لأن نجد شيئا جيدا في تأمل فعل لا أخلاقي ضد شخص آخر؟ نهاية الاقتباس. يقول داكنز: ومرة أخرى يشعر القارئ المتحرر ربما بوخزة من التقزز، لا أخلاقية بمقاييسنا بلا شك وسخيفة، ولكن ماذا عن مقاييس قبائل الإنكا؟ بالتأكيد بالنسبة للإنكا كان ذلك فعلا أخلاقيا وأبعد ما يكون سخيفا بل ومشرعا من قبل ما يملكون من مقدسات. الفتاة الصغيرة تلك كانت بلا شك مؤمنة بالصدق بالدين الذي نشأت عليه، ومن نظن أنفسنا لنستعمل كلمات مثل جريمة ونحكم على كهنة الإنكا بمقاييسنا عوضا عن مقاييسهم؟ ربما كانت تلك الفتاة منتشية بالسعادة لقدرها، وكانت تؤمن حقيقة بأنها ذاهبة مباشرة لجنة أبدية لامعة برفقة إله الشمس الدافئة، أو ربما كانت تصرخ من الرعب، وهذا على الغالب أكثر واقعية. إن النقطة هامفري هنا نقطتي أيضا هي أنه بغض النظر عن كونها ضحية برغبتها أو لا، فإن هناك سببا يجعلنا نفترض بأنها لن تكون راغبة بذلك ولو كانت تمتلك الوقائع. وكمثال لنفترض بأنها تعرف بأن الشمس هي عبارة عن كرة من الهيدروجين حرارتها أكثر من مليون درجة مئوية تتحول تلقائيا إلى هيليوم بالانصهار النووي، وأنها تكونت من قرص غازي تشكلت منه بقية أجزاء المجموعة الشمسية بما فيها الأرض بالتكاثف فرضا. عند ذلك لن تعبدها الفتاة على أنها إله، وهذا بدوره سوف يغير اعتباراتها كي تكون ضحية لإكرامها. لا نستطيع لوم كهنة الأنكا لجهلهم، وربما من القسوة نعتهم بالغباء والبلادة، لكنهم يلامون لإملاء معتقداتهم الخاصة على طفلة أصغر من أن تستطيع أن تقرر إذا ما كانت تريد عبادة الشمس أم لا. والنقطة الإضافية لهامفري هي أن الوثائقي المعاصر ونحن جمهوره نلام أيضا لرؤيتنا شيئا جميلا في موت طفلة صغيرة كشيء يغني ثقافتنا المشتركة. نفس الظاهرة تجاه العادات الغريبة للطوائف الدينية وتبرير العنف باسمها مرة تلو الأخرى، إنه المصدر الأساسي للصراع الداخلي لدى المتسامحين المتحررين من الناس، والذين لا يستطيعون من جهة تحمل المعاملة القاسية، ومن جهة أخرى قد تم تدريبهم من دعاة النسبية على احترام ثقافة الآخرين بنفس مستوى احترامهم لثقافتهم. إن بثر العضو الجنسي للنساء يدعى أحيانا بختان البنات أو FGM مؤلم لدرجة فظيعة جدا، إنه يقضي على المتعة الجنسية للمرأة. ربما يكون هذا هو الهدف بالأصل. النصف الأول من العقول المتحررة تريد القضاء على تلك الممارسات، والنصف الآخر على أي حال يحترم الثقافات المذهبية
ويشعر بأنه ليس علينا أن نتدخل عندما يريدون هم أن يفتروا بناتهم. النقطة بالطبع هي أن بناتهم هم في الحقيقة هن بنات أنفسهم ورغباتهن لا يجوز أن يتم التغاضي عنها. سيقول أحدهم: ماذا لو أرادت الفتاة نفسها أن تختتن؟ لكن هناك سؤال أكثر تعقيدا يجب الإجابة عليه: ماذا لو عندما تكبر أصبحت على اطلاع كامل كامرأة بالمضاعفات التي يعنيها أن تكون مختونة وتمنت لو أنها لم تختتن أبدا؟ هامفري يشير إلى أنه ليس هناك من امرأة ناضجة بشكل ما نجت من الختان عندما كانت طفلة تتطوع لإجراء تلك العملية لاحقا في حياتها. بعد مناقشة دارت حول الآميش وحقوقهم في تربية أطفالهم بطريقتهم، انزعج هامفري من حماسنا كمجتمع لاقتباس الحفاظ على التعددية الثقافية. حسنا، ربما تود أن تقول أنه من الصعب بالنسبة للطفل أن يربى لأبوين من الآمش أو الجسيد أو الغجر ويصبح بهذا الشكل الذي يشكله أبواه عليه، ولكن ستكون النتيجة على الأقل استمرار تلك التقاليد الثقافية الساحرة. ألن تفقر حضارتنا الإنسانية باختفاء تلك العناصر؟ إنه لمن المشين أن يضحى ربما بأفراد للمحافظة على تعددية كهذه. لكن رأيكم هو بأنه هذا الثمن الذي يدفعه المجتمع، باستثناء وأجد نفسي مرغما على تذكيركم أننا لا ندفعه، بل هم الأطفال الذين يدفعونه. نهاية الاقتباس. يقول داكنز: حظي هذا الموضوع باهتمام شعبي عام 1973 عندما أصدرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة قرارا نهائيا في قضية ويسكونسن ضد يودير، والتي تناولت حق الأهل في إخراج أولادهم من الدراسة لأسباب دينية. الآمش هم جميع تعيش في مجتمعات مغلقة في مناطق مختلفة من الولايات المتحدة الأمريكية، وغالبا ما يتكلمون لهجة ألمانية قديمة تسمى بالدويتش فنسلفانيا، ويتجنبون بدرجات مختلفة كل من الكهرباء ومحركات الحرق الداخلية والسحاب في الملابس ومظاهر أخرى من الحياة العصرية. هناك بالتأكيد شيء جذاب في العيش بجزيرة عيشة القرن 17. ألا يستحق ذلك الحفاظ عليه من أجل الحفاظ على هذه التعددية الإنسانية؟ الطريقة الوحيدة للحفاظ عليه هي في السماح للآمش بأن يربوا أبنائهم بطريقتهم الخاصة وحمايتهم من التأثير المخرب للحياة العصرية. لكن هنا يجب علينا أن نسأل: أليس للأطفال الحق في أن يكون لهم رأيهم الخاص بالموضوع؟ طرحت القضية على المحكمة العليا عام 1972 عندما سحب بعض آباء الآمش أبنائهم من المدرسة الثانوية. فكرة التعليم نفسها بعد سن معين كانت مناهضة للقيم الدينية لطائفة الآمش، خاصة المناهج العلمية منها. ولاية ويسكونسن قاضت الأهل بدعوى حرمان الأبناء من حقهم في التعليم، وبعد مرورها بالعديد من المكاتب وصلت الدعوى للمحكمة العليا في الولايات المتحدة، والتي حكمت لصالح الآباء، حيث أغلبية الآراء كما كتب رئيس المحكمة وارن بيرجر جاء كما يلي. اقتباس: كما نرى من السجلات أن التعليم الإلزامي لأطفال الآمش بعد السن 16 يشكل تهديدا حقيقيا يمكنه تقويض مجتمع الآمش وممارساته الدينية الموجودة حاليا، وعليهم إما أن يتركوا الإيمان وينصهروا في المجتمع العريض أو أن يرغموا على الهجرة لأماكن أكثر تقبلا لأمور كهذه. نهاية الاقتباس. يقول داكنز: أما عن آراء الأطفال فقد حرص ويليام دوغلاس عن سؤال الأولاد أنفسهم: هل يودون فعلا أن يقطعوا دراستهم؟ هل يودون فعلا البقاء على دين الآمش؟ نيكولاس هامفري ربما كان سيذهب لأبعد من ذلك: حتى ولو وافق الأولاد على أن يبقوا ضمن الآمش فهل سيكون رأيهم هو نفسه
لو عرفوا عن الخيارات الأخرى كي يكون لذلك مصداقية. ألا يجب أن نرى بعض الشباب من العالم الخارجي معلنين عن رغبتهم بالانضمام للآمش؟ الحاكم دوغلاس استمر ولكن بطريقة أخرى، فهو لم يجد أي سبب خاص للأخذ بعين الاعتبار وجهة نظر الأهل الدينية في القرار عما إذا كان سيسمح لهم بمنع أبنائهم من الدراسة، لأنه لو كان الدين سببا للاستثناءات أفلن يكون هناك رأي علماني يعطيهم هذا الحق؟ إن الأغلبية في المحكمة العليا أخذوا قراراتهم بناء على الفكرة الإيجابية بأن وجود نظام رهباني يغني مجتمعنا. لكن كما أشار هامفري فهناك فارق جوهري، إن الرهبان يتطوعون لحياة الرهبنة بمحض إرادتهم. أطفال الآمش ما كانوا أبدا ليتطوعوا للدخول لهذه الطائفة، لقد ولدوا داخلها ولم يكن لهم أي رأي في الموضوع. هناك شيء استصغاري مذهل في هذه التنازلات اللا إنسانية، حيث يتم التضحية بأشخاص في هذه الحالة الأطفال على مذبح التعددية للحفاظ على مجموعة من التقاليد الدينية. نحن الآخرون سعداء بسياراتنا وحواسيبنا ولقاحاتنا ومضاداتنا الحيوية، لكنكم أيها النماذج المضحكة الصغيرة بقبعاتكم وسراويلكم الطويلة ولهجتكم القديمة ومراحيضكم الترابية، أنتم تغنون حياتنا بذلك. بالطبع يجب أن نسمح لك بأن تضع أولادك بالفخ الزمني للقرن 17 حيث تقبعون أنتم، وإلا فإننا نفقد شيئا لا يعوض، جزء من التعددية الرائعة للثقافة الإنسانية. إن جزءا صغيرا مني يرى بعض القيمة في ذلك، ولكن الجزء الأكبر مني يحس بالغثيان لمجرد التفكير في ذلك. فضيحة تربوية. رئيس مجلس الوزراء في بلدي توني بلير استعان بمصطلح التعددية عندما تحداه أحد أعضاء المجلس العمومي جيني تونغ ليبرر المنحة الحكومية لمدرسة في شمال شرق إنجلترا، والتي تقريبا هي حالة وحيدة في إنجلترا تدرس نظرية الخلق الإنجيلية بحرفيتها. السيد بلير أجاب بأنه من المؤسف أن يكون نقاشا في موضوع كهذا سيضع مانعا أمام امتلاكنا لمناهج مدرسية متعددة في ظل القانون. المدرسة هنا في كلية إيمانويل في غاتشيد، وهي إحدى أكاديميات البلدة وأنشئت بمبادرة حكومة بلير بفخر. بعض الأغنياء طلب منهم وضع مبالغ بسيطة 2,000,000 جنيه استرليني في حالة إيمانويل التي تدفع الحكومة مقابلها حوالي 20 مليون للمدرسة إضافة لمصاريفها والرواتب المستقبلية، كما تعطي للمتبرعين حق تقرير المبادئ الأخلاقية التي تسعى لها المدرسة وتعيين المدير والموظفين، وأي طلبة يحق لهم الدخول ومن لا يحق له ذلك أيضا، وأشياء كثيرة أخرى. 10% من التبرعات تأتي من السير بيتر فاردي، بائع سيارات غني وعنده رغبة أمينة بإعطاء أطفال اليوم الثقافة التي يتمنى لو حصل عليها، ورغبة أقل أمانة بدس قناعاته الدينية الخاصة. يبدو كما لو أن فاردي تورط مع مجموعة من الأساتذة المتطرفين دينيا والمتأثرين بالنموذج الأمريكي، وعلى رأسهم نيجل ماكويد الذي يدير كلية إيمانويل بعض الأحيان، وهو الآن مدير كل مدارس فاردي. إن مستوى فهم ماكويد العلوم يمكن أن نحكم عليه من خلال إيمانه بأن العالم خلق منذ أقل من 10,000 سنة، ومن قوله التالي اقتباس، لكن القول بأننا تطورنا من انفجار وبأننا كنا قردة شيء غير معقول، خصوصا عندما ننظر لتعقيد الجسم الإنساني عندما نقول للأطفال بأنه ليس هناك أي غاية من حياتهم وبأنهم عبارة عن تفاعلات كيميائية ليس إلا، فإنك لا تساعدهم على بناء أي ثقة بالنفس. نهاية الاقتباس. يقول داكنز
ليس هناك من عالم يعتقد بأن الطفل هو تفاعلات كيميائية. إن استعمال العبارة هذه في ذلك السياق هو جهل صارخ، كما هو الحال في تصريح الخوري وين مالكوم رئيس كنيسة حياة المدينة في هاكني في شرق لندن، والذي بحسب مقال في الغارديان في 18 نيسان 2006 اقتباس يشكك بالأدلة العلمية للتطور، نهاية الاقتباس. إن فهم مالكوم للأدلة التي يشكك بها يمكن قياسه من تصريحه بأنه اقتباس من الواضح أن هناك حلقة مفقودة في سجلات الحفريات لكائنات متوسطة المستوى في التطور. لو أن ضفدعا تحول لقرد، ألا يجب أن يكون هناك مجموعة كبيرة من القرادع؟ نهاية الاقتباس. يقول داكنز: المناهج العلمية ليست من اختصاص ماكويد أيضا، وعلينا للأمانة أن نوجه للمسؤول عن المناهج العلمية في هذا المشروع ستيفن لايفيلد. في 21 أيلول 2001 ألقى السيد لايفيلد محاضرة في كلية إيمانويل عن التدريس العلمي، وجهة نظر الكتاب المقدس. نص المحاضرة نشر على موقع مسيحي في الانترنت www.christian.org.uk، ولكنك لن تجده الآن هناك. لقد رفعته المنظمة المسيحية في اليوم التالي لإشارة له في مقال كتبته في صحيفة الديلي تلغراف في 18 آذار 2002، وعرضت أفكاره لتشريح محرج. على أي حال، فإنه من الصعب محي أي شيء بشكل دائم من الشبكة العنكبوتية، ذلك لأن محركات البحث للإسراع من عملها ولو بشكل جزئي تقوم بتخزين نسخ من المعلومات في حواسبها، وهذه المعلومات تبقى لبعض الوقت حتى بعد إزالة المعلومة الأصلية. أحد الصحفيين البريطانيين أندور براون، المسؤول الأول عن مواضيع القسم الديني في الاندبندنت، استطاع الحصول على محاضرة لايفيلد وتحميلها من جوجل ونشرها على موقعه الخاص، حيث لا يستطيع أحد محوها، في www.darwinwars.com. ستلاحظ بأن الكلمات المختارة من قبل براون للرابط لها معنى مسلي بحد ذاتها، ولكنها تفقد قدرتها على الإدهاش عندما تطلع على محتويات المحاضرة ذاتها. وبخصوص الموضوع ذاته، فعندما كتب أحد القراء يسأل كلية إيمانويل عن سبب رفعها للمحاضرة من الموقع، حصل على الإجابة المراوغة التالية من الإدارة، ومرة أخرى يسجلها أندرو براون اقتباس: إن كلية إيمانويل كانت مركزا لمناظرة تتعلق بتدريس الخلقية في المدارس. عمليا فإن كلية إيمانويل تلقت العديد الكبير من المكالمات الصحفية، ذلك تطلب كمية كبيرة من وقت المدير ومساعديه، وكلهم لديهم واجبات أخرى ليقوموا بها. لذلك قمنا برفع محاضرة ستيفن لايفيلد مؤقتا من موقعنا، نهاية الاقتباس. يقول داكنز: ولا شك في أن إدارة المدرسة كانت مشغولة جدا بشرح موقفهم للصحفيين عن سبب تدريسهم للخلقية، لكن لماذا إذا رفعوا نص المحاضرة من الموقع والتي تشرح تماما موقفهم من الموضوع، حيث كان بإمكانهم الطلب من الصحفيين الرجوع إليها وتوفير عليهم الكثير من الوقت؟ لا، لقد رفعوا محاضرة رئيس قسم العلوم لأنهم لاحظوا أن عليهم أن يخفوا شيئا. إليكم هذا المقطع من بداية نص المحاضرة اقتباس: دعونا نقول منذ البداية بأننا نرفض تلك الفكرة التي وربما بشكل غير مقصود انتشرت بواسطة فرانسيس بيكون في 17 بأن هناك كتابين، كتاب الطبيعة والكتاب المقدس، واللذان يجب دراستهما كل على حدة بحثا عن الحقيقة. لكننا بالعكس نقف بحزم وراء القول بأن الله تكلم بشكل مسؤول ومعصوم عن الخطأ في صفحات الكتاب المقدس، ومهما بدا ذلك هشا بالأخص لثقافة مدمنة على التلفزيون
وفاقد الإيمان، فنحن متأكدون أنه من أمتن القواعد للتأسيس والبناء عليه. نهاية الاقتباس. يقول داكنز: عليك أن تقرص نفسك باستمرار لتعرف بأنك لا تحلم. ليس هذا كاهنا في خيمة في ألاباما، ولكنه رئيس الهيئة العلمية في مدرسة تصب فيها الحكومة البريطانية المال، وهي محل فخر واعتزاز لتوني بلير. السيد بلير نفسه يعترف بأنه مسيحي مؤمن، كان على رأس حفل الافتتاح عام 2004 لإحدى المدارس الجديدة في سلسلة مدارس فاردي. ربما تكون التعددية ذات قيمة مرغوبة، لكن التعددية هنا قد فقدت صوابها. يمضي لايفيلد بتحديد مقارنات بين العلم وقصة الخلق، وفي كل مرة يبدو هناك تناقض فإنه ينصح بقصة الخلق. إنه يشير إلى أن علم الأرض الآن أصبح ضمن منهج الدراسة الوطني، ويعلق على ذلك بقوله اقتباس: أنه من المهم لهؤلاء المدرسين في هذا الاختصاص في المنهج الدراسي أن يطلعوا على مقالات وايتكومب ومورس حول جيولوجيا الطوفان. نهاية الاقتباس. نعم، إنه اقتباس الطوفان العظيم، نهاية الاقتباس، الذي يشير إليه لايفيلد. إنه يتكلم عن سفينة نوح، حينما يمكن الأطفال أن يتعلموا المثير من الحقائق، مثل أن أفريقيا وأمريكا الجنوبية كانتا متلصقتين وتبتعدان عن بعضهما بالسرعة التي تنمو بها الأظافر. وإليك مقطع آخر من لايفيلد رئيس الهيئة العلمية عن طوفان نوح كتفسير سريع لظاهرة والتي تبعا للأدلة الجيولوجية استغرقت ملايين السنين. اقتباس: بناء على النموذج الجيوفيزيائي الرائع الذي هو لدينا، علينا الاعتراف بأن هناك طوفان عالمي اجتاح العالم تماما، كما هو مذكور في سفر التكوين الفصل 6-10. وإذا كانت القصة المقدسة ذات مصداقية، وأن سلالة الأنساب مثلا في التكوين ومتي ولوقا متكاملة بشكل كبير، علينا توقع بأن تلك الكارثة العالمية حدثت في الماضي القريب، تأثيرها شامل وواضح في كل مكان. من أهم هذه الأدلة هي تلك التي توجد في المستحثات الصخرية ومخزون الطاقة الهيدروكربونية الكبير، بترول وغاز وفحم، وتكرار تلك القصص الأسطورية لطوفان عظيم عند العديد من الحضارات في العالم، وبأن إمكانية بناء سفينة مليئة بممثلين عن جميع الكائنات الحية وبقائهم واستمرار حياتهم فيها لسنة كاملة حتى وقت انحسار الماء مدون وبشكل جيد، ومن ضمنهم جون وود مورابي. نهاية الاقتباس. يقول داكنز: بشكل ما يبدو ذلك أسوأ من التصريحات لأشخاص ليسوا من ذوي الاختصاص مثل نايجل ماكويد أو البيشوب واين مالكولم أعلاه، ذلك لأن لايفيلد شخص متخصص علميا. وإليكم مقطعا آخر مثير للدهشة. اقتباس: كما ذكرت سابقا، فإن المسيحيين ولأسباب جيدة جدا يعتبرون العهد القديم والعهد الجديد مصدرين موثوقين فيما يجب علينا الإيمان به. إنهما ليسا وثيقتين دينيتين فقط، بل يوفران صورة دقيقة لتاريخ الأرض، والذي نتجاهله مخاطرة كبيرة بمسؤوليتنا. نهاية الاقتباس. يقول داكنز: إن الادعاء بأن الكتاب المقدس يقدم لنا صورة دقيقة للتاريخ الجيولوجي سيصيب أي باحث ديني ذو سمعة طيبة بالجنون. صديقي ريتشارد هاريس بترلك أوكسفورد وأنا كتبنا رسالة مشتركة لتوني بلير، وجمعنا تواقيع 8 خوارنا و9 علماء طبيعيين، منهم رئيس الجمعية العلمية الملكية، سابقا أقرب مستشار علمي لتوني بلير، ومديرا قسمي الفيزياء والطبيعة في الجمعية الملكية، والفلكي رئيس المرصد الملكي رئيس الجمعية الملكية حاليا، ومدير متحف التاريخ الطبيعي في لندن، والفارس ديفيد أتيبورو
والذي هو ربما الشخصية الأكثر تقديرا في إنجلترا. ومن الخوارنة فكان واحدا من الروم الكاثوليك وسبعة من الإنجيليين رؤساء الطوائف الدينية في كل البلد. إليكم نص الرسالة، اقتباس: دولة رئيس الوزراء، نحن مجموعة من العلماء ورجال الدين نكتب لك للتعبير عن مدى قلقنا بخصوص المناهج العلمية في كلية إيمانويل التكنولوجية في كاتشهد. التطور هو نظرية علمية ذات قيمة معرفية كبيرة وقادرة على شرح الكثير من الظواهر في كثير من المجالات، وبالإمكان تجذيبها وتأكيدها، بل وقابلة للتطويع من خلال تدقيق حريص على الدلائل المطروحة. المتحدث الرسمي للمدرسة المذكور أعلاه يزعم بأنه مسألة اعتقاد على نفس المستوى مع قصة الخلق المذكورة في الكتاب المقدس، والتي لها وظيفة ثانية وهدف آخر. إن هذا الزعم يجانب الصواب، المسألة تتخطى ما يتم تعليمه في مدرسة معينة ما، حيث يزداد القلق الآن حول ما سوف يتم تعليمه وكيف سيتم إعادة هيكلة المناهج في الجيل القادم من المدارس الدينية. نحن نرى بأن المنهج التدريسي في مدارس مشابهة لكلية إيمانويل التكنولوجية يجب أن يخضع لرقابة شديدة لضمان احترام متبادل للمناهج العلمية والدينية، مع كل التقدير. نهاية الاقتباس. يقول دوكنز: وصلنا رد متثاقل وغير شاف من مكتب رئيس الوزراء يلمح فيه إلى نتائج جيدة للخريجين من المدرسة، والتقرير المبالغ في تعاطفه من قبل دائرة الإشراف التربوي. ربما لم يخطر للسيد بلير أن هناك مشكلة ما في هيئة الإشراف التربوي إذا كان مفتشو مكتب الرقابة على التعليم قد أعطوا تقريرا جيدا عن مدرسة يتم فيها تعليم بأن كل الكون بدأ في زمن بعد أن تمكن الإنسان من جعل الكلاب حيوانات أليفة. ربما يكون المقطع الأكثر إزعاجا في محاضرة لايفيلد هو نهايتها. اقتباس: ما الذي يمكن فعله الآن؟ نهاية الاقتباس. حيث يذكر بعض الأساليب لاستعمالها من قبل الأساتذة الراغبين بإدخال المسيحية المتطرفة في المناهج العلمية، وكمثال فهو يحث الأساتذة على اقتباس: انتبه لكل موقف يتم فيه طرح فكرة قدم الأرض ملايين أو مليارات السنين بشكل صريح، أو يتم التنويه لها في كتاب أو سؤال أو من قبل زائر، ثم أشر بلطف بأن الطرح خاطئ، وكلما كان ذلك ممكنا علينا أن نعطي البديل الأفضل دوما الإنجيلي الذي يفسر هذه المعلومات. علينا تناول بعض الأمثلة من كل كتب الفيزياء والكيمياء والأحياء في المقررات المفروضة، وكل بدوره. نهاية الاقتباس. يقول داكنز: بقيت محاضرة لايفيلد لا تعد عن كونها منهج دعائي ومصدر لأساتذة مادة الأحياء والكيمياء والفيزياء المتدينين من الذين يرغبون بهدم المناهج المثبتة علميا وإبدالها بالنصوص من الكتاب المقدس دون الخروج عن حدود المناهج المقررة تربويا لكل المدارس. في 15 من نيسان عام 2006 أجرى جيمس نوتي أحد أكثر محرري البي بي سي خبرة مقابلة إذاعية مع السير بيتر فاردي. الموضوع الأساسي كان عن تحقيق جنائي لاتهامات أنكرها فاردي عن رشاوي مختلفة، مثلا إضفاء لقب نبيل بمستويات مختلفة قد عرضت من قبل حكومة بلير لبعض الأغنياء كمحاولة لإشراكهم في مخططات المدينة الأكاديمية. نوتي سأل فاردي أيضا عن موضوع نظرية الخلق، وفاردي نفى بإصرار بأن تكون كلية إيمانويل تدرس طلابها أفكار الخلقية. أحد خريجي كلية إيمانويل بيتر فرينش صرح بإصرار مماثل على أنه اقتباس: تم تدريسنا بأن عمر الأرض
6,000 عام، نهاية الاقتباس. فمن منهم يقول الحقيقة؟ لا نعرف ذلك، ولكن محاضرة ستيفن لايفيلد وضعت الخطوط العريضة لتدريس المناهج العلمية بشكل صريح وواضح جدا. ألم يقرأ فاردي محاضرة لايفيلد؟ ألا يعرف مثلا ما ينوي رئيس قسم العلوم في أكاديميته أن يفعله؟ لقد جمع بيتر فاردي أمواله من بيع السيارات المستعملة، هل ستشتري واحدة منه؟ وهل ستبيعه كما فعل توني بلير مدرسة بعشر ثمنها وتعرض دفع كل مصاريف تشغيلها؟ لنكن متسامحين مع بلير ونفترض بأنه على الأقل لم يقرأ محاضرة لايفيلد. أظن بأن الأمل بأن ينتبه للموضوع الآن سيكون مبالغا فيه. المدير ماكويد جاء بدفاع عن ما يعتقده كما يبدو بأنه روح الانفتاح في مدرسته، دفاع مثير للاستغراب لتلك اللهجة الاستصغارية فيه. اقتباس: المثال الأفضل الذي يمكنني أن أعطيه عن الانفتاح هنا في شكل محاضرة فلسفية قمت بإدارتها لطلبة الصف السادس. شاكيل كان جالسا هناك يقول بأن القرآن صادق وفيه نجد كل الحق، بينما كلارا تجلس هناك وتقول لا، الإنجيل فيه كل الحق. وبدأنا بالحوار حول التشابهات والتناقضات الموجودة في تلك الكتب، واتفقنا بأنه لا يمكن أن يكون كلاهما على حق. وخلاصة ذلك قلت: آسف يا شاكيل، أنت مخطئ، الإنجيل هو الكتاب الذي فيه كل الحق. فقال: آسف يا سيد ماكوي، أنت مخطئ، بل هو القرآن. بعدها ذهبنا للغداء في صالة الطعام واستمر النقاش هناك. إن هذا ما نريده، نريد لأطفالنا أن يعرفوا لماذا يؤمنون بما يؤمنون به والدفاع عنه، نهاية الاقتباس. يقول داكنز: يا لها من صورة جذابة، شاكير وكلارا ذهبا للغداء سوية يناقشان بحماس البراهين ويدافعان عن اعتقادهما الغير متوافق. لكن هل فعلا هذا هو شيء جذاب في الحقيقة؟ أليست في الحقيقة صورة محزنة تلك التي رسمها ماكويد؟ ما الذي يبني شاكيل وكلارا عليه حججهما؟ ما هي الأدلة التي أتى بها كلاهما لدعم كلامهما في نقاشهما الحماسي والبناء؟ كلارا وشاكيل زعما كلاهما ببساطة بأن كتابه المقدس أفضل من الكتاب الآخر، وهذا كل شيء، هذا كل ما يبدو أنهم قالوه، وهذا كل ما يمكنك قوله بالتأكيد عندما يكون ما درسته هو أن الحقيقة تأتي من كتاب مقدس عوضا عن الأدلة. كلارا وشاكيل وكل أصحابهما لم يحصلوا على معلومة، لقد خذلوا من قبل مدرستهم ومسؤوليها، آذوهم ربما ليس جسديا ولكن عقليا.